ميني ستوديو. جديد لميني ستوديو. بعدنا كل يوم كل يوم عم نكون معكم وكل يوم كل يوم عم نتعرف اول شيء على كتاب. بدكم نتفرج على كتاب اليوم من المكتبه. هالمره كتابنا بالعربي اسمه الكنز. هالكتاب حلو كتير ورح يحجب اصحابنا الصبيان لان قصه فار كتير مهضوم اسمه رعب. ليكو شو حلوين الصور بقلب الكتاب. رعب رح يتعرف على الضفدعه يلي هي بايرت. شو رح يعمل معها؟ شو هن المغامرات اللي رح يعيشهم مع كل أصحابه الحيوانات؟ هيدا كله رح تعرفوه بالكتاب. أنا ما رح أخبركن القصة بس عم فرجيكن إياها تيطلع عبالكن تقروا، لأنه القراية مهمة كتير، والقراية بالعربي أو بالفرنساوي أو بالإنجليزي بتعلمنا كتير أشياء. بتعلمنا الكتابة، القراءة، وبتعلمنا كمان لغة، نتعلم كلمات جديدة. فإذا كل يوم كل يوم أول ما تصيروا بالفرصة بصير فيكم تقروا كتاب كامل كل يوم وخبرونا عنه. بعتوا لنا هالأخبار على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو بعد ما تحطوا لنا لايك، وهيك نحن بنعرف إنه قريتوا كتاب وخبرتونا عنه، وبركي منجي ومنفرجي على شاشة ميني ستوديو. وهلا صار وقت نفتح صندوق بريد ميني ستوديو، بتجوا معي؟ يلا رح نفتح الصندوق وناخذ صورة حدا بعت لنا إياها بالبريد، هو أنطونيو وبيانكو إلياس. أنطونيو وبيانكو بحبونا كتير، بيبعتوا لنا بوسه كبيره وبنقول لهم مبروك لانه ربحوا هلا معنا هديه رح نشوفها سوا قبل ما تبلش حلقتنا. مبروك، ربحتوا لعبه تقديمية ابو شبكه. كلوي انا كتير بحبها لبرنسيس جيسيكا، ليكي شو جبت لي؟ كل ما تروح تعمل شوبينج بتفكر فينا. فجرية شوي، هيدا عقد قولوا له ما هيك؟ بيجي من البحر بتلاقى بالكوكياج بصفدي ما هيك؟ ويتر. وين؟ وهي بتكون كوكياج مسكرة، بتكون بيضة وكبيرة كمان مسكرة، وبيكون في هول اللولو جوا، وبعدين بيعملوا منهم كوليات. وليك انت تبولك كمان كوهاي. ايه انا هيدا كمان عطيتني اياه جيسيكا. جيسيكا كمان عطيتك اياه. عطيتني اياه لا سمان باسي، راحت عملت شوبينج، وهيك دايما بتعطي جيست لكل البرنسيس يلي موجودين. عن جد هي كثير خارجة تعمل فاشن. اكيد، ما هي اصلا برنسيس فاشن. مزبوط. طب خليها ننقي رسالة. اوكي تمارا. بعد في رسالة. اوكي. بدنا نقي. اوكي. هاي أنا مايا، وأنا كثير بحبكم، أنا من زحلة، وناطرة تتجوا لعندي مرة ثانية. هديتكم من ميني ستوديو هي ماج أو بازل برنسس كولكشن، ممضية من البرنسس نفسها. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, 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 it's not enough.
اليوم طلبوا منا شيان وسليم معوض من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة إنه نرجع نعيد 2 إكسبيريونس، أول واحدة تبع الصابون والمي والبهار، تاني واحدة تبع البيض والشموع والبريق. أنا رح أعيدها هي. فيليب رح يعيد تبع الصابون والبهار والمي، وأنا رح أعيد تبع البيض. وباي ذا واي شيان بعثت لنا صورة كتير حلوة هلا فيليب بيحكي عنها، وبيقولوا لنا إنه جايين بعد كم يوم على لبنان وكتير عبالهم يجوا يصوروا معنا بميني ستوديو. يلا فرانسوا، انا رح بلش بهاي، رح حط اصبعي بالمي وبدنا نشوف البهار كيف رح يهرب من الصابون. من صابون الجلي. ها واو، اوكي، ها اول اكسبيريونس لا شيان وسليم. ثاني اكسبيريونس هي رح حط الشموع على البيضه. أنا كثير بحب هيدي الإكسبيريونس فرانسوا. أنا كمان بحبها كثير. وهي طيب بتحبك كمان. الإكسبيريونس بتحبني؟ طيب أنا رح أحكي عن الصورة بهالوقت. أول شيء وقت شفتها للصورة قلت يامي، في كثير تفاح، في بطيخ، في موز، في أنانا، في فريز، يعني مش معقول شفتها للصورة. وفي بتشهي فخوي إكزوتيك كتير. أكيد كله فخوي إكزوتيك. باشن فروت. وجات فكرت أنا أوف، وعملت ريشيرش، وقلت أنا هيدي الصورة من تايلاند. بتعرف شو عاصمة تايلاند؟ بانكوك. مزبوط. نحن مثلا وقت بدنا نروح نشتري خضرة، شو بنعمل؟ بنروح على عند الخدرجي، بنروح على المحل، بنشتري خضرة ونرجع على البيت. أنا بروح على الجنينة بطيخ. أوكي، كمان. بس هن بيبيعوا الخضرة بالباتو. واو. وهول اسمهم floating market. بيتمشوا مش بيتمشوا بيسبحوا على سطح الماء. ما بيسبحوا على سطح الماء، بيفوشوا الباتويات على سطح الماء وبيكون في الخضرة جواتهم، وبعدين بيمشوا العالم من باتو لباتو بيشتروا الخضرة تبعهم. عجبتني هيدي الفكرة. شيان على الصورة. هيدي بتصير بماليزيا، بتايلاند وبالصين. ببلاد آسيا الشرق. ايه مش كلهم، بس انه هول البلاد اللي بنعرفهم. اوكي، رح أعمل الإكسبيرينس هلا تبعي، كثير حلوة الصورة شيان باي ذا واي. ونربحها لشيان كمان. وسليم كمان. اوكي، كل ما تشوف نار فرانسوا شو بيطلع على بالك تذكرنا؟ فيليب. هيدا البريق فيه شوية مي، صح، عم فضي المي. اوكي، هلا ليك شو رح يصير، رح تسمعوا بق. برافو فرانسوا، برافو حتى. ثانكس شيان لأنه طلبتي منا نرجع نعيدها، وربحتي أنت وخيك سليم هدية. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. يوم معنا بالستوديو رودني وكارين اللي اجوا لعنا تيلعبوا ويربحوا مع بنك ليبانو فرانسيز. سوا رح نتعرف على اول مشترك معنا لليوم اللي هو رودني. رودني خليل عمره 8 سنين، بحب كتير البيسيكلات وما بحب حدا يمنعه يحضر تي في. ستارت جيم رودني. 5000. بدي اذكرك انه معك دقيقة بدك تجرب تجمع اكبر عدد نقط ممكن. 150. 110. اوكي يلا معلي، وحده ثانيه كمان. 150 مره ثانيه. 106000. وين ال 100؟
خلص وقت رودني وجمعت 590 نقطة. أوكم رح تقدر تجمع تاني مشتركة معنا أكتر. خلينا كلنا سوا نتعرف عليه. كارين بيرو عمرها 8 سنين، بتحب كتير اللون الزهر وما بتحب تدرس. ستارت جيم. خمسة آلاف. عشرين ألف. مية. هيدا ألف، فيك تكبسي عليها بترجع لمحلها. خمسة وعشرين ألف. يلا. أربعين ألف. إذا غلبتي فيك تكبسي عليهم بيرجعوا لمحلهم. وحدة تاني. خلص الوقت وقدرت تجمعي كارين 1430 نقطة، يعني أنت اللي ربحتي، مبروك. بس كمان ما رحت في الخسران رودني، ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيز. هلا خلينا كلنا سوا نشوف شو هدية كارين. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون قد الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. خجلتوني. أكيد مش رح نسيكن ولو كل هالصحبة. كيف كندا؟ كيف موريال؟ إيه بلشت تتصيف مزبوط. واشتقت كتير سافر. بس بتعرفوا مام بتنم عجوقة بهالأتوليه. آه عبالكن تشوفونا؟ كتير هينة. رح أخد شي فيلم على السيلولر على الموبايل تبعنا. أنا ورادون أكيد اشتقتوا له، وهو كمان ببوسكن ومشتقت لكم كتير كتير. أوكي أوكي alright thank you many kisses to you my dear friends bye. هلأ شو بدي أعمل؟ شو شوفوني ما مين عم تحكي؟ جنيتي عم تحكي لحالي؟ لا 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 مش عم بحكي لحالي. بس جاني اتصال من صاحبتي هيدي تراز اللي بكندا في يقلا. ولا كانت تجي زبوناتي يعني. اللي كانوا يخيطوا مع شو اسمها روني وإيفون. لا بينتصوا؟ ما بينتصوا ولا مزبوط معك حق. وكتير بحبوني دايما بيسألوا عني، وخاصة اليوم عزموني روح لعندهم على كندا. قلت لهم بس أنا كتير معجوقة رح أعملكم فيلم. رح صور فيلم لأنه مش لاقين لك لإلك. أنا كمان؟ إيه طبعا. أوكي شو فيلم يعني؟ فيلم على الموبايل. أوكي يلا هات هات على الموبايل. بس شو بدنا نخبرهم؟ روحي روحي للأتوليه نحن. اتركي الموضوع لإلي، هات لإلي. آه شفتوا هالصورة؟ هالصورة مين؟ شوفوني شيري. هيك شو مبينة لذيذة ومهضومة. واو مش هالقد وكريمة. خجلتني. هي بالحقيقة مش هيك رادون؟ عم بمزح منيح. اشتقنا لكم؟ طبعا اشتقنا لكم لانه لكم فقده كثير كبيره. لانكم كنتوا تجوا لهون وتعجقوا وتخربوا الدنيا. رادون طيب منيح. وابقى ثلاث ساعات شوفوني رتب من بعضها. عم بمزح مش كثير. مهم وشو بدي اخبركم بعد؟ شو بدنا نقول يا شوفوني؟ هول التياب خبروا انه بنشتغل كل الوقت ومعنا وقت نحك براسنا. ايه مزبوط. ايه واشتقنا لهم كثير. واول فرصه بنروح على كندا. لحظه شو رايك؟ مدام شوفوني شريه. نعم لحظه بس ها هذا ميكرو. اوكي مدام شوفوني شريه، قد ايه صار لك مش شايفه اصدقائك؟ يعني كم مدام شوفوني شريه، مشتقت لهم كثير لاصدقائك؟ اشتقت لهم كثير. اوكي اي متى بتحبي تسافري لعندهم لتريحيني شوي منك؟
يعني اذا مش هالسنه. اوه وبنشكركم نحن كثير على اللقاء، والى اللقاء بالحلقه القادمه. وكانت المقابله من اتليه، ما بقى رح تشوفوني. مهضومين رادون شوفوني بيعملوا فيديوز وبيبعتون لاصحابهم، وانتم ليه ما بتبعتوا لنا؟ بتعرفوا انه فيكن عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تعملوا لنا ابلود لحيلا فيديو بتصوروا بين بعضكم بالبيت، او اذا عم تعملوا شي اكتيفيتي حلوه بتحبوا تشاركوها معنا، كل هالشي فيكن تبعتوا لنا اياه على طريقه فيسبوك. اكيد بميني ستوديو نحن منفرجيون، واكيد بتربحوا معنا هدايا. فاذا هلا قبل ما نودعكم، لانه قربت تخلص حلقتنا، رح نغني غنيه، رح نروح على ارشيف ام تي في ونغني غنيه بيغون. مين منكم ما عنده اخوات صغار بحبهم كثير وهن بحبوا كثير البيبغون؟ شو بيسموه؟ بيغون؟ ليتس ريمبر. À la devinette, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous gardez dans vos têtes de votre enfance? Attention! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça commence par un bi, ça finit par un ro. Oui, c'est cela, le biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron. Le matin en me réveillant, je te réclame à tue-tête. C'est ce qui fait venir maman avec l'objet de la fête. Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, mon biron. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Le soir avant de dormir et que la musique s'arrête, le marchand de sable va partir et moi, seule dans ma couchette. Avant de fermer les yeux, je te fais un gros câlin. Tu restes à côté de moi et tu me dis à demain. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Mini Studio.